مشاهدينا وينضم إلينا من بغداد المحلل الأمني الدكتور أمير الساعدي. دكتور أمير أهلا بك معنا. في البداية تابعت معنا تقرير الشاب أحسين المتوفي، ماذا يمكن أن نستخلص إذا ما قرأنا سطور هذه الحادثة، علما أن التحقيق ما زال جاري حسب ما جاء في التقرير؟ وهل تعتقد بأن مقابلة الوزير لولي أمره وتعيين شقيقي المسجونين والمتوفي في الشرطة هو كاف ونوع يعني كاف كنوع من التعويض؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناتكم الكرام. هي محاولة ترضية من قبل السيد وزير الداخلية لعائلة الضحية، وإن كان أحمل أنا بشكل جزئي، يعني إن كانت هناك ما يثبت أو لا يثبت بعيدا عن إثباتات مثل ما قال المتحدث باسم شرطة الديوانية أو عفوا منطقة الحادث بأنه ستجرم أو لا تجرم مركز الشرطة، أنا أقول هي تتحمل بكل الأحوال عملية الإضرار بحياة هذا الضحية الشاب كونها كانت متعمدة أو غير متعمدة. لم تتبع، أذكر، لم تتبع لا القانون ولا الدستور. هناك مادة دستورية صريحة تقول لا يوجد ما يسبب حجز أي مواطن عراقي من غير مبررات قانونية. المبرر القانوني الذي سندت عليه بعملية الحجز وهو عدم توافر لديه الهوية الأحوال الشخصية أو الأداة التعريفية لهذا الشخص، وبالتالي كان لزاما أن تعتمد الطرق بالتحقيق الجنائي الطبيعية والتأكد من هوية أو تبعية هذا الشخص إلى أي مكان، عند ذاك تمارس بعض أدوات الضغط. هي لقد مارست أدوات الضغط قد تكون نفسية أو جسدية أو إيحائية في بعض الأحيان ضاغطة على هذا الشاب المراهق مما أدى إلى وفاته، وبالتالي تتحمل المسؤولية كاملة. إن تم إثباتها وقدمت الأدلة والبراهين على ذلك، إن أثبتت هذه وسائل هي تنافي حقوق الإنسان بغض النظر عن المتهم وجريمته. يعني متى سيتم أو كيف سيتم تعميم هذه الثقافة، ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع المسجون في لدى موظفي أو عناصر وزارة الداخلية؟ ولهذا قلت أن هي تتحمل المسؤولية بكلتا الحالتين، إن جرمت وإن لم تجرم، لأن هي أخطأت بالإجراءات الرسمية لعملية التحقيق مع هذا الشاب. وأذكر بأن هناك كثير من الانتقادات إلى هذا الأمر مع تصريحات وزارة الداخلية ومديرية إعلامها وحتى مكتب السيد الوزير بأن كثير من ضباطها في دوراتهم داخل كلية الشرطة أو داخل الدورات التطويرية بإدخالهم دورات تثقيف وتوعية. وضحت الفكرة بخصوص هذه الحادثة. دعني أنتقل معك دكتور أمير إلى ملف أمني، الهجوم الانتحاري الذي استهدف القاعدة التي تستخدمها البيشمركة في كركوك. هذه القاعدة يوجد فيها مدربين ومستشارين أمريكان وإيطاليين، يعني لا نعلم كيف تم هذا الاختراق. ليس من المفترض أن تكون يعني درجات الأمن في هذه القاعدة يمكن حتى أعلى من بقية المراكز بسبب احتوائها طبعا؟ أحسنتي، وهو ليس السبب. نعم أكيد أكيد وجود قوات تحالف للتدريب والخبرة والمشورة الفنية هي ليست تتحمل المسؤولية. من يتحمل مسؤولية ابقاء الأمن هي قوات الأسايش والبيشمركة، ولعدم وجود صانع قرار حقيقي يتعاضد مع الحكومة الاتحادية وأجهزتها الأمنية والاستخبارات بشكل منسق. نعم هناك بعض الغرف العمليات وبعض اللجان التنسيقية، لكن لا تعمل على وتيرة مستدامة حتى تتحصن وتحصد ما يمكن أن تتلقاه من هجمات انتحارية. وأتوقع بأول هذه الأسلوب الذي استخدمه هو ليس انتحاري، بل هم مجموعة انغماسيين استخدموا عملية القتال ثم التوجه إلى بوابة القاعدة، وعندما لم يستطيعوا الولوج إلى داخل القاعدة قاموا بتفجير أنفسهم. والأمر الآخر هي جاءت من داخل المدينة أو أتت من المناطق المجاورة الحويجة مثلا؟ هذا سؤال جدا مهم. أذكر هناك فقدان ثقة المواطن ولا سيما العرب والتركمان وبعض الأقليات المتواجدة على كركوك نتيجة الضغط المفرط من قبل قوات الأسايش وقوات البيشمركة سابقا عندما حملت كثير من المجمعات النازحة لوجود عملية فرار أو مرور واستخدام تلك المخيمات للنازحين كعملية تسلل لتلك المجامع التي سبق وأن ضربت كركوك قبل عدة أشهر. واليوم هي هذه العملية، أنا هكذا تصوري، هي عملية اختبار، بالون اختبار لقدرة وإمكانات جهاد
الأمنية داخل محافظة كركوك، وستكون هناك ضربة لاحقة لوجود هذا الجسم الضعيف مثل ما قلت حضرتك في سؤالك في أربع مناطق هي الحويجة والزاب والعباسي والرياض، وبالتالي من الممكن أن تكون هناك ضربة لاحقة تحاول تنظيمات داعش تحقيق نصر إعلامي بها حتى تقول ما زلت أنا متواجدة ولدي الإمكانات والقدرة على أن أضرب وحقق نصر، كونها خسرت كثير من الإمكانات والقدرات والأرض أيضا في عموم العراق. نعم. طيب دكتور أمير، دعنا نمر سريعا وباختصار على تطورات الوضع الأمني في الموصل. هناك تقدم باتجاه منطقة الهرمات الثانية، هذا التقدم يقترب من جعل العناصر الأمنية تقترب من منطقة الجسر الخامس باتجاه نهر دجلة. برأيك ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذا التطور، وكيف سيؤثر على سير المعركة وتحرير المتبقي من الأراضي المحتلة من قبل داعش؟ طبعا هذه صفحة مهمة جدا كونها قامت بالمناورة وعملية التناوش وتشتيت إمكانات وقدرات تنظيم داعش ثم استنزافها بعدة محاور. بدأت أولا بشمال وشمال غرب، وهذا ما كنت أنا نصحت به وعبر شاشتكم الكريمة قبل عدة أيام قبل أن تبدأ هذه الصفحة، وأيضا فتح جبهة أخرى ومحور جديد في شمال وشمال غرب الساحل الأيمن الذي لن تستطيع معها تنظيمات داعش الإرهابي أن تقاتل على كل هذه الجبهات. اليوم هناك حركة نشطة من قبل الفرقة 16 في الساحل الأيسر بعملية إنشاء جسر بدأ منذ يوم فجر هذا اليوم ومنذ ساعات الفجر الأولى بإنشاء جسر عابر من الساحل الأيسر صوب الساحل الأيمن حتى تؤمن عملية الالتفاف وجعل تنظيمات داعش في كماشة تقتنص معها تلك التنظيمات الإرهابية في مركز الموصل القديمة، كونها النقطة الأصعب والأكثر مواجهة والأكثر تحديا بعاملها البشري والإنساني وأيضا لتخطيطها العمراني الذي ما زال يعرقل عملية تقدم محاور هجومنا بالرد سريع ومغاور النخبة وأيضا الشرطة الاتحادية. شكرا لهذا التوضيح وهذه القراءة، كنت معنا مباشرة من بغداد المحلل الأمني الدكتور أمير الدكتور أمير الساعدي، شكرا جزيلا على حضورك معنا.